وننتقل الآن مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا لتوه، حيث أصدر رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا قرر من خلاله إعفاء السيد هشام مشيشي رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإعفاء السيد إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، والسيدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 من جويلية 2021. كما تقرر بمقتضى ذلك الأمر أن يتولى الكتاب والعامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.